مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو في الموسم الثاني. في مثل بالعربي بيقول من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. ضيف اليوم كان ضيفي في حلقه سابقه، كان بطل الابطال حاصل على مركز الثالث على مستوى العالم وعلى مستوى اولمبيا. وعدنا في المرة الماضية أنه إن شاء الله رح يجتهد على حاله أكثر ويتعب ويحصل المركز الأول على مستوى العالم وعلى مستوى أولمبيا. لذلك خلونا نشوف مقطع من الحلقة السابقة ونرجع معكم، خلوكم معنا. وإن شاء الله بإذن الله، أول شيء بوعدكم أنه السنة الجاية بإذن الله، السنة هي يعني السنة الماضية جبت الثالث على العالم بأولمبيا، السنة هي بإذن الله أول، وإن شاء الله بنرجع بنشوف بعض أكيد بإذن الله. The winner of the winner, first one is Mama. رجعنا لكم أصدقائي من جديد، بنرحب ببطل الأبطال بطل العالم مستر أولمبيا الكابتن محمد علواني. أهلا وسهلا فيك كابتن محمد في برنامج نور شو، ونورتني مرة تانية في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ نور، والحمد لله يعني وفينا بالوعد وأمنا بالواجب الحمد لله، وحققنا المركز الأول بطولة العالم وبطل أبطال العالم، والمركز أول بطولة أولمبيا وبطل أبطال أولمبيا بوزني طبعا، وأخذت حتى تاني بالوزن الثقيل بطولة العالم ما شاء الله، وثاني بالبودي بولدينج كمان بطولة العالم، وأخذت تاني كمان هون بطولة أولمبيا بالوزن الثقيل بوزني طبعا أول وبطل أبطال وبطولة العالم نفس الشيء، وعملت البيج مان شو كمان أخذت الثالث بالكمال الأجسام البودي بولدينج يعني وزن 90، وثالث بالكلاسيك فيزيك، وتاني بالنوفيس الحمد لله، فعملنا 10 ميداليات بالبروليج الحمد لله السنه هي، واخذنا كرتين احتراف، الكرت 2018 وهذا الكرت الحمد لله كرت اعلى كرت احترافي برياضتنا يعني. الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله الف مبروك المركز واللقب، لقب مستر اولمبيا يعني اكيد ما هو قليل، وهذا اكيد كان في جهد كثير متواصل وثقه يعني، وكما وعدت صدقت الحمد لله، والله يهنيك. طبعا هذا هو الكأس ولا هذا الحزام؟ الحزام، الحزام هذا هو بطل ابطال اولمبيا، يعني انت بعد ما بتاخذ اول على وزنك بيجيبوا كل الاوائل بيعملوا بيناتهم بطوله، اللي بيربح واحد من البطوله كلها بيعطوه الحزام هذا طبعا على الفئات اللي مشارك فيها هو. طيب هلا نحن نحكي بعد اذنك ما هي بطوله اولمبيا وما هي اهميتها؟ هلا بطولة أولمبيا هي أقوى بطولة بالبروليج للهواة، يعني رقم واحد بالعالم، يعني هي دائما كل سنة بيشارك فيها بين 700 إلى 800 أحيانا 900 لاعب يعني ما شاء الله، وهي البطولة الوحيدة اللي بتحتوي على 24 بطاقة احتراف مستر أولمبيا، حتى بطولة العالم تحتوي من 8 إلى 6، بطولة العالم اللي بتنظمها البروليج المعترف فيها يعني فيها من 8 إلى 6 كرة احتراف فقط، اما بطوله اولمبيا فيها 24 كرت احتراف، فانت لحالك يعني راح يبين عليك الفرق يعني بقوه البطوله ما شاء الله. طيب البطوله هي شو مهمتها؟ هلا كل بطولات البروليج مهمتها انه تاخذ النخبه من الرياضيين، يعني كويس نخبه الرياضيين مشان ترفعهم على الاحتراف، الاحتراف بتعرف اللي هو الرياضه الاحترافيه وين المصاري يعني موجوده، البطولات اللي فيها جوائز ماديه السبونسرز البروموشن الدعايات الرعاة الرسميين الشركات
الى اخره، ويصيروا واجهه للرياضه ومثل امباسادور او ممثلين للبودي بيلدينج للعالم، يعني هن اللي بينشروا ثقافه الفتنس والبودي بيلدينج للعالم، فهن بصيروا واجهه للاتحاد الدولي المحترفين، يعني هن الرياضيين الخط الصف الاول بسموهن. نعم. انت بهالبطوله هي كانت في اسبانيا، نعم تحكي لنا هيك وقت اللي دخلت وشفت اكيد يعني ما هو مثلا في اجسام كثير كانت مرعبه كانت مشاركه معك يعني ما هلا هي. انا الحمد لله عندي ثقه بنفسي، يعني لما يعني اول شيء حتى تطلع على اللاعبين ثاني ما بيصير عندي هذا الخوف او وهره البطوله، ما عندي هذا الشيء، بالعكس انا بالبطوله بستمتع جدا كل لحظه، كون مبسوط جدا يعني واثق انه ان شاء الله دخلت الحمد لله. يعني انا يعني مثل ما بيقول لك بالانجليزي I did my homework، you know، يعني انا اشتغلت على تدريبي واشتغلت على الدايت تبعي وما قصرت، فانت بتروح مرتاح نفسيا يعني لهنيك. طبعا في عالم بقى بتلاقيها انه ضخامه وكذا، في مفهومات يعني مفهومنا عند الناس مفهوم خاطئ انه كمال الاجسام يلعب حجم بس، لا في الف شغله ثانيه تلعب دور بالتحكيم اللي هي الجمال العضلي، التناسق العضلي، العمق العضلي، النشاف الى اخره، في كثير شغلات يعني. فمشان هيك انا في كثير بطولات عم باخذ الاوفر اول، يعني بطل ابطال عم بربح ناس اتقل مني احيانا بمرتين تقريبا وزن. ما شاء الله. ايه ما شاء الله. يعني هذول انت لما بتشوف هيك مثلا هيك ابطال بتقول عشان هذول ممكن يعني يربحوا علي، في شيء معيار انت ماشي عليه بتشوف البطل انه هذا ممكن يربح وممكن يخسر؟ هلا انا ما يعني كمنافس انا ما بحسن افكر انا انه انا ممكن اخسر قدام حدا ثاني، يعني انا جاي اربح واي منافس جاي على اولمبيا ولا بطوله العالم هذا مو جاي يعني مو جاي يمزح، جاي يربح، عرفت شلون؟ فما بفكر انه انا اعطي فرصه، يعني في منافسين احيانا احنا رفقه وتلاقي ورا المسرح ما بنسلم على بعض لبعد التتويج بس نتوج خلاص كل واحد اخذ مطرحه ونجي نبارك لبعض، لانه خلص انت بحاله مثل حاله حرب يعني تصير، عرفت شلون هون؟ يعني انت بدك تربح وبس، هذا اللي مركز عليه. طيب شلون كان شعورك وقت اللي استلمت الحزام وكارت البروفي هذا اللي نحكي عنه هلا؟ والله يعني هذا الشعور انت اول شيء ربحوا الثالث بعدين الثاني بعدين تركوكم اثنين، نعم كيف هالوقفه هي انه انت هون بقى لما نضلوا اثنين هون في واحد منا راح يطلع برا خالص، يعني لا بطالوا كارت ولا بطالوا شيء نهائي ولا شيء، في واحد هو اللي راح يربح البطوله كلها. عدت عليك لحظات انه تشعر انه انت هو اللي ما لا والله بصراحه كنت واثق، بس انا كثير واثق، انا واثق بفتره التحضير الاخيره من هالشيء هذا، بس كنت مثل انه انا بدي امسك الحزام والكرت والميداليه بايدي حتى ارتاح، بس هيك كان الشعور، لانه انا فتره من بطوله العالم لبطوله اولمبيا يعني كان في تقريبا فتره اسبوعين قضيتهم مثل الجحيم، يعني سويت لنفسي تدريبات، يعني حتى كان يعني اصحابي يحكوا معي وانا على جهاز الكارديو عم اتمرن الصبح، يعني تمرين الصبح وتمرين بالليل، فيقول لي صاحبي يعني انت يعني قلت له باذن الله يعني انه هذا الطريق اللي ماشي فيه هلا الدرج هذا انا عم شايف حالي شو عم بتوج يعني كل يوم بالتمرين، عم بيقول لي ليش هيك انت كل شيء واثق؟ قلت له لانه درجه الضغط اللي حاطط نفسي فيها ما بعتقد انه حد من المنافسين راح يتحملها، انا لانه دائما انت لما عم تروح وجبه او عم تنقص تمرين بتفكر انه انا عندي منافس بالدوله الفلانيه عم يسوي هذا التمرين. ايوه انا عملت سيستم يعني لنفسي انه مستحيل انسان يتحمله، التزمت فيه انه مستحيل، انا يعني الشيء اللي سويته هذول الاسبوعين عملت انه شيء يعني صعب جدا انه منافس ثاني يحسن يسوي نفس الشيء، يعني ما شاء الله بهنيك على هالثقه. الله يسلمك. وراح نسالك كمان عن كرت الاحتراف وما هو اهميته. كرت الاحتراف هو يعني عندنا نحن بالبادي بيلدينج مثل بقيه اغلب الرياضات الالعاب او العاب القوه في عندك الهواة والمحترفين، انت لحتى تطلع من الهواة للمحترفين بالرياضه الثانيه لازم تربح بطوله العالم او اولمبياد او كذا وبعدين تبلش تلعب مباراه احترافيه مثل بالبوكس وكذا، والكمال الاجسام نفس الشيء. فكرت الاحتراف هو باهلك تلعب مباراه الاحترافيه اللي فيها قلت لك الرعاه الرسميه من شركات وسبونسر وتدخل بمجال الدعايات احيانا الافلام والجوائز البطولات تبعيتهم اقوى بكثير ما شاء الله لانه محترفين يعني وراهم يعني دعم هذول شغلته انه بس يتمرن ويشارك بطولات وفيها جوائز ماديه يعني بعض البطولات كبيره جدا يعني هلا اعتبارا من بعد ما اخذت الكارت ببلش بقى المشاركات البرودبوت او المسيره الاحترافيه الريكورد يعني اللي صار عندك كل شيء يتسجل بقى هلا ايوه عليه. وفي عليه جوائز ماديه طبعًا. في عليه جوائز طبعا طبعا هلا صار ميداليات كمان طبعا ما شاء الله الله يهنيك الله ان شاء الله بنشوفك هيك اعلى واعلى ان شاء الله. طب اثناء تحضيراتك للتدويج الاخير للبروفي هذا البروفي نعم.
كيف هي ما هي الصعوبات التي واجهتك وكيف حسنت تتجاوزها؟ والله في كثير صعوبات، يعني اول شيء صعوبات ماديه وصعوبات نفسيه، يعني بتعرف نحن دائما في يعني من المشاكل ووضعنا هون بتعرف انت شلون، بس تجاوزتها بقوه ارادي. يعني انا بس خلص حطيت ببالي انه بالسنه الماضيه للسنه هي انه انا لازم اصير اول على الاولمبي، يعني ويعني قبل باسبوع من بطوله اولمبيا كنت عم حكي نفسي انه يعني صار شوي مثل صار احيانا اراجع بعد التمرين او كذا، جسمي تعب من الدايت يعني، فصرت افكر انه هل انا يعني جسمي تعب اوكي انه اريح يعني، وبعدين قلت والله يعني بيني وبين نفسي قلت انا مستعد موت بالتمرين، وفعلا كنت يعني اعني هي الكلمه مستعد موت بالتمرين او اربح اولمبيا يعني. ما شاء الله على الاصرار. فالحمد لله ربحت. الحمد لله. بس الله انت طب نفسيتك الله ارتاحت خلاص صرت انت طبعا الحمد لله، ما بقى بتحس انه في بعده واحد خرج ياخذ عليك هلا يربح عليك؟ والله هلا دخلت بمرحله المحترفين، هلا اخذت يعني بدي اخذ فتره يعني اقوي نفسي اكثر. المحترفين يعني تخيل انت كل واحد بده يتنافس معه مار المسيره هي كلها يعني. أيوة. ما يعني الناس كثير قوي عرفت شلون، فبدي احضر نفسي للمحترفين مشان اعمل كمان مثل ما كنت بالهواة يعني دائما الحمد لله بعمري ما طلعت باي بطوله كانت عالم اولمبيا اوروبا اي بطوله دوليه يعني ما عم بطلع برات التوب 3 الحمد كم دوله كان مشاركه في هي اولمبيا هلا تقريبا كل دول العالم والله ما عدتهم بالضبط بس شفت انا شوفتك الجدول تمام. كل الدول يعني تقريبا مشاركه واحيانا كذا لاعب كل دوله مشاركه والمتسابقين شو قد كانت اعدادهم حتى يعرفوا تقريبا بين 700 و800 اكثر من 800 لاعب هي السنه السنه الماضيه 700 كلهم انت ربحت عليه هون واخذت نعم نعم الحمد لله فضل من الله الحمد لله. طيب كابتن رح ناخذ فاصل ونرجع نكمل حديثنا. رجعنا لكم أصدقائي من جديد، نرحب مرة تانية بالكابتن محمد علواني. أهلا وسهلا فيك كابتن محمد. أهلا فيك أستاذ نور. كابتن محمد، في حلقة سابقة أنت كنت في كان في بتمك حكي كتير وكان قلبك شوية كملان كنت ما بدك تحكي لأسباب معينة. هلا بعد ما صرت المحترف وحصلت على مستر أولمبيا هذا اللقب، شو كنت بدك تحكي في المرة الماضية وهلأ ممكن تحكي؟ تفضل احكي. لأن السنة الماضية سنة 2018 أخذت بطل أبطال كأس النمسا الدولي اللي هو كان في كمان كرت احتراف، وأخذت كرت الاحتراف، وبعد ما حصول على كرت الاحتراف ما سلمني أشخاص بالاتحاد النمساوي مسؤولين بالاتحاد النمساوي، بعد شاركت ببطولة مو تابعة للاتحاد وفي كتير لاعبين بيسووا هيك، قام طلع القرار أنه أنا حرماني من كرت الاحتراف لمدة 3 سنوات، يعني 3 سنوات ممنوع شارك خالص لحتى أرجع أحسن احكي انه اخذ كرت الاحتراف تبعي منه. السبب انك شاركت بغير ببطوله تابعه لغير اتحاد، بس في كثير لاعبين يسووا هذا الشيء. هو هذا يعني بالشكل العام انه هذا مسموح هو رياضيا هيك قصدي، يعني انه ما في مشكله عليه رياضيا؟ في شيء كلام يعني او في شيء مكتوب انه يعني لازم؟ في كثير لاعبين بالنمسا بعرفهم بالاسماء عملوا هذا الشيء وما صار عليهم مشاكل ولا انطردوا من الاتحاد. انا من يعني قال لي انه كرتك اتجمد وممنوع شارك 3 سنين بالاتحاد النمسا بالبطولات النمساويه. قلت له الله يعطيك العافيه، يعني شو بدي اطلع بايدي، هو ناس مسؤولين هن هون بالاتحاد. بالاضافه وقت اللي شاركت بطوله اوروبا باسم النمسا طبعا، تخيل يعني في كل بطولاتك عم تشاركها باسم النمسا؟ كل بطولاتي باسم النمسا من وقت اللي جيت على النمسا كل بطولاتي حتى هي اولمبيا مستر اولمبيا حصلت على اذا بتشوف مقابلتي بالتلفزيون بالتلفزيون الامريكي ومجلات الامريكيه ومجلات حتى الروسيه وجرائد روسيه كلهم كاتبين ذا اوستريان محمد علواني، يعني
takes it all, wins all, wins over all. كله محمد علواني, محمد علواني the Austrian عم يحط. حتى السنة الماضية لما أخذت كرة احتراف كتبوا the Austrian محمد علواني لأنه بطل أبطال عم بربح, يعني يعني مو شغلة سهلة. تماماً. فتخيل يعني قبل بطولة أوروبا يعني مجتمعين نحن مثل تقولوا بكافيه ثاني يوم البطولة. فبسمع تعليقات من ناس مسؤولين بالاتحاد على انه لو تحلق لحيتك بيكون احسن. قلت له ليش احلق لحيتي؟ قام قال لي انه منظره مثل طالبان, يعني تخيل, يعني مع انه في كثير لاعبين انه يعني ستايل هي هيك حلو صارت الموضه كل العالم يعني. معلش انا قلت له عفوا, قام قال لي انا مشانك كذا غير هيك. قعدوا طبعا يحكوا بالانجليزي قدامي مشان افهم 100% يعني عن انه نحن المهاجرين جينا بسبب مشان المعونات الماديه والى اخره, مع اني انا ثاني يوم الصبح راح امثل النمسا ببطوله اوروبا. بالاضافه لكثير من الكلام يعني اللي عم يحضرني منه بس عم اقول لك عليه, يعني حتى هو يعني صار يسالوني ليش جيت على النمسا. تخيل انا جاي اشترك باسمه, ليش جيت على النمسا باسلوب يعني ما كويس. فانا قلت له انه ارنولد شوارزنيجر نمساوي ويعني انا بحب رياضه كمال الاجسام. قاموا طلعوا هيك على بعضنا انه شوف يعني على هذول مسؤولين باتحاد الرياضي. نعم يعني يعني عمل لك حتى كرت الاحتراف, بس الحمد لله انفصل الاتحاد, عملوا لي هذا الاتحاد. حتى الكرت اللي اخذته تابع الاليت برو, يعني هو اتحاد عمره اتحاد احترافي بس عمره سنه يعني سنتين كان يعني ما اما هذا الاتحاد الاحترافي اللي انا فيه عمره فيه 90 سنه يعني ما شاء الله. يعني هذا اقوى اتحاد, هو المؤسس الجويدر هو اللي اسس هذا الاتحاد. فاعلى كرت اخذته هلا الحمد لله يعني بالنمسا, معدودين اللي معهم هذا الكرت كان اللي هو ارنولد شوارزنيجر, وبعده في واحد عربي هون اخذه واعتزل, وبعدين في هلا يمكن في اثنين يمكن او ثلاثه بالنمسا كلها من جديد اخذوه كمان الكرت. بس طيب انت وقت اللي كنت تسافر على تشارك بالبطولات هاي مين كان يدفع لك كرت التذكره, الفندق, المنامه؟ كله على حسابي بصراحه. كله على حسابك؟ كله على حسابي. يعني حتى بطوله اوروبا وقت شاركت باسم النمسا, وقت كنت هاوي كنت منتخب النمسا لانه بس المحترف ما بصير تلعب باسم منتخب, تلعب باسم دولتك مباشر. يعني اول شيء نحن حتى برو ليج او اتحاد محترفين بالنمسا لحد الان ما في, لانه ما في كميه يعني 3-4 محترفين بالنمسا كله ما في. اوكي. فوقت اللي كنت بالهواة بس دفعوا لي الاوتيل, وحتى وقتها في معنا واحد نمساوي نحن حجزنا كل اثنين سوا, هو رفض انه يقعد معي بغرفه الاوتيل, فبالتالي اضطريت انا ادفع زياده لحتى انا اصير لحالي بالغرفه 500 يورو يعني. يعني بالتالي كان معك واحد نمساوي, لانه هن كل الدوله بتحجز لكل اثنين بفندق الاتحاد. هو ما بده قال ينام معي بالغرفه, فهو قال بده له غرفه لحاله, فاضطرينا ندفع كل واحد مصاري زياده لحتى تصير انه غرفه لشخص واحد. نعم. اما حتى الطياره في منهم دفعوا له وانا ما دفعوا لي طبعا, قال لانه كنت يعني دوري متاخر انه انا راح اشارك ببطوله اوروبا. فعلا كانوا متاخر. هلا انا تاهلت بس يعني هي فعلا مو فعلا في كثير شغلات بتضل على انه مو فعلا. ما كان في اي دعم. يعني بتشوف انه في كان انه عنصريه في. نعم. من ناحيه التعامل معك. نعم. انت كلاجئ. طبعا طبعا. يعني الاول شيء انا ما بعتبر نفسي لاجئ بصراحه, لانه كلياتنا هون لاجئين بالارض يعني. تماما. عرفت شلون؟ انا مهاجر يعني بسبب ظروف او جيت يعني في يعني ممكن اي انسان يتعرض له يعني. يعني كلياتنا لاجئين بهي الارض عند الله سبحانه. تماما. الله يعطيك العافيه. طيب محمد انت ماذا تطمح والى اين تريد ان تصل؟ والله بطمح ان شاء الله هلا لبطوله مستر اولمبيا بلاس فيغاس للمحترفين, اللي هي مثل تقول السقف برياضتنا. وطبعا مطمح للمركز الاول فيها ان شاء الله باذن الله, بس بدها تعب وان شاء الله ما يعني ما بقصر انا بالموضوع هذا. وين بدي اوصل؟ بدي اوصل يعني بيقولوا النسخه الكامله من محمد علواني يعني. وين في عندي نقاط ضعف او كذا كرياضي وكشخصيتي انه طورها لحتى انه ما يهتم فيها او تكون اقرب الى الكمال, يعني ككمال اجسام كجسم وك يعني انت بفتره التحضير والتدريب والتجارب اللي عم تمر فيها غير تجارب رياضيه, عم تمر تجارب حياتيه صعبه بفتره التحضير هاي, فانت بتتطور كشخص مو بس كرياضي. تماما. فان شاء الله نوصل لاقصى درجه يعني. محمد في رياضي معين تطمح انه تكون مثله؟
بطمح اكون مثله وبتمنى اكون يعني the ultimate version of myself, يعني النسخه الكامله من مني انا. بس انه انا شايف حالي يعني هلا بعد 10 سنين بظن هذا الرياض اللي بطمح اكون مثله انا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب رح ناخذ فاصل ونرجع كمان ان شاء الله. اصدقائي فاصل ونواصل. رجعنا لكم أصدقائي من جديد. نرحب مرة تانية بالكابتن محمد علواني. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا وسهلا فيك. كابتن أنت لما رجعت من مستر أولمبيا وحصلت على هذا اللقب العظيم, وأنا بهنيك من جوات قلبي. الله. وهالميداليات هدول اللي جبتهم معك, مين كان في استقبالك في المطار؟ والله لأحكي لك يعني على مثلا على بطولة مستر أولمبيا, كان انا عندي برجعتي لما رجعت من اسبانيا كان في ترانزيت طويل بايطاليا. فهنيك طبعا بحكم البطوله بعد ما خلصنا قعدنا بالبطوله اكلنا مع بعض مع اللاعبين المنافسين, فضفنا بعض على الانستغرام وعلى الفيسبوك. فكنت انا قاعد بايطاليا عم شوف الحالات تبعيتهم, فهني وصلوا قبل يعني طلعوا قبل انا, لان ضليت يوم ورا البطوله باسبانيا وبعدين كان ترانزيتي طويل. ففت على الحالات وعلى الفيديوهات اللي حطوها كيف صحافه ووزراء وناس مسؤولين بالرياضه جاي تستقبلهم. فانا هون تشجعت لبست الميدالية, قلت انا بطل ابطال اولمبيا يعني هذول جابوا ثالث ورابع وخامس العالم هيك عم تسوي. فلبست الميداليات وربطت الاحزام وربطت العلم وقلت هلا بمطار بلاقي الدنيا خربانه. طبعا نزلت ما حدا له خبر ابدا نهائيا. قعدت هيك بالماكدونالدز شو سوي هلا يعني الحديد صار هيك الميداليات صار صوتهم يزعج الناس من عم يخشوا ببعض. فشلحتهم حطيتهم بالشنطه, شلحت الاحزام ضبيت العلم اي والله واخذت التاكسي ورحت على البيت. مع الاسف. ايه شيء مزعج يعني بطولة العالم نفس الشيء, لا في صحافه ولا في اعلام ولا في شيء ابدا حكى عنك. عمل لك باولمبيا الصحافه الاسبانيه والامريكيه ما قصروا, بس بالنمسا ما حد له خبر نهائي ابدا نهائيا. طب في حدا من الدول عرض عليك جنسيه, عرض عليك؟ نعم صار في هيك عروض بصراحه. انا رفضت اول شيء لانه ترجع تعيد من الصفر من جديد بلد ثاني وغير لغه وغير جو وغير هي يعني هي كمان كبيت 4-5 سنين من عمرك يعني يعني ونحن يعني الرياضه بتحسبها يمكن كل شهر شو عم تنجز انت, فكيف ترجع تكب لتاسس من جديد؟ ف نعم صار عرض يعني. صار في عرض نعم ورفضت انا. طبعا كابتن محمد جماليه الجسم والعضلات وكذا الناس كتير تحكي عليه انه في ابر في بروتينات في حقن في كذا, في هيك شيء انت بالموضوع هذا؟ لا هذا الشيء موجود يعني بس ممنوع يعني بالاتحادات الرياضيه, هي الحقن الزيتيه اللي بتنفخ العضلات والشغلات هي كلها ممنوعه, واي لاعب بيستعمل هيك شيء يطلع فورا برات البطوله بينكشف على السريع ببين واضحه هي اصلا بالنظر بالنسبه للحكام حتى بدون تحليل هي الشغلات. اما احدى الشغلات اللي بتخلينا نروح البطوله هي التناسق العضلي, النشاف العضلي, العمق العضلي. هي الاسس اللي بتخلي الواحد ينجح. الضخام العضلي جزء منها, فالناس لما بشوف واحد هيك انه حجمه كبير بقول لك هو هذا بطل, ما هذا ما له علاقه يعني لاعب كمال الاجسام مبين هو بس يشلحه على المسرح يعني في كثير عالم ورا المسرح بتلاقيها يعني ضخمه وكذا بس بتجي بالمسرح بيطلع ترتيبه 20-30 بيطلع. طيب اوكي كابتن رح نشوف الفيديو هذا الان مع بعض وببطوله العالم. نعم. وبنشوف ان شاء الله.
شاركينا في كلمة أخيرة، ماذا تريد أن تقول؟ والله بدي أقول بس إنه يعني الشباب المهاجرين هون إنه يعني أي فكرة عندهم موجودة، كان فكرة رياضية أو بزنس أو دراسة، يعني هون الناس يمكن قبل ما تيجي حكولك فكرة غلط خاطئة أو فكرة غلط إنه أنت راح تيجي لهون ومثل البحر طحيني مثل ما نقول نحن وكل الأمور سهلة، لا راح تتعرض لجبال من ممكن المشاكل، وأنت بلد غير بلدك، لغة غير لغتك، ناس ممكن ثقافتها أو تفكيرها غير تفكيرك، راح تعرض لعنصرية بكثير مجالات. هلا انه ممكن تعامل معك بلطف اذا انت كنت اوكي عادي، بس لما بصير منافس هون بده يصير غير موال، فيعني راح يصير عليك يمكن الصعوبات ببلدك يمكن تضربها بعشرة هون مشان الناس تعرف، لانه الناس بيجوا يقول لك انه فلان صار بطل لانه طلع على اوروبا او طلع على الدوله الفلانيه وهنيك تسهلت له الامور. اللي بحسب هيك يعني هذا ما بيعرف شيء نهائيا الا يجي هو ويجرب، يعني بالعكس يعني راح يحاولوا يوقفوا لك، يعني يعملوا لك عراقيل هن بطريقه يكون الناس المسؤوله. انا هذا اللي صار معي، ما بعرف صار مع غيري، بس الحمد لله يعني نحن هذا الشيء ما راح يكسرنا ولا يعني ما فرجوا لك السجاد الاحمر ولا الورود ولا سجاد ولا قالوا هذا ابدا، بالعكس يعني عم لك اللي جابوا رابع وخامس والله بالجرايد والتلفزيونات واعلام وزراعه مستقبلهم، انا بطل الابطال الاولمبي يعني رجعت لهون ما حدا له خبر، وقلت لك يعني في لاعبين موجودين هون يعني عم يربحوا بطولات، انا ما بعرف مين اتحاد اللي منظمها وما نعرفان شو اسم البطوله يعني بيصير النادي بينشر على صفحته والتلفزيون والجرايد وبتخرب الدنيا والسبونسريه والعالم، فهذا الامر موجود واقع يعني لازم نحكي عنه، يعني نضل ساكتين ليش نضل ساكتين، هذا الواقع واللي عم يصير يعني. يعني انا اليوم جبت بخمسة أشهر 10 ميداليات بالبرو ليج على مستوى العالم، كل بطولة هي البرو ليج بيسويها كل دول العالم تشارك فيها ما شاء الله. اي ويعني شايف انت بتعرف انت ما صار اي دعم او هي، فالناس اللي مفكره انه راح تجي لهون والطريق اخضر هذا الكلام يعني مو موجود، بدك تتعبك انت وبجهدك وبدك تبذل مو يعني قصار جهدك، بدك تكون انت احسن من غيرك بكثير لتاخذ جزء من حقك. بدي وجه شكر للأخ سامر اللي صاحب شركة شبورت نارونغ فيرنس فانسك بونكت آتي، دعمني بكل فترة تحضيري يعني بالفيتامينات بالبروتينات حتى بالصبغ، يعني اللي نحن بنستخدمه البطولة كتير غالي يعني ما قصر معي. وهلأ بدي أتشكر سبونسر جديد كمان شركة غوريلا وير لدعمي بالألبس الرياضية. هذول المساويين شركات؟ لا ولا بس واحدة منهم اللي مساوية هو صاحبها عربي. أنت ما مساوي. أما البقية كلها شركة الغوريلا وير هي هولندية أميركية بظن أو أميركية، هي براند أميركي يعني. ما هون بالنمسا يعني أصغر شركة يمكن ما فعلت وقت اللي حبيت إنه عمل سبونسر ما حبوا يعمل سبونسر لي. بخافوا يعني من شيء؟ ما بخافوا بس إني أخذين رياضيين حتى هم مشاركين بطولات أصلاً وعاملين سبونسر بس. ما بعرف انا ما عم تترجم معي غير لشغله واحده بس انه عنصريه على الاسف. طيب متشكرك محمد دهلواني مره ثانيه، وان شاء الله بنشوفك مثل ما انت بدك وتكون فعلا قدوه لكثير من الابطال اللي عم تطلع الان. انا اكيد عم بتابعك وبعرف انه انت في عندك هلا ابطال عم تخرجهم انت تحت ايدك الحمد لله، في يعني وشاركوا في بطولات في اوروبا واخذوا مراتب يعني عاليه الحمد لله بهنيك على هلا في كمان لاعبين عم حضرهم باذن الله بطوله النمسا كمان يعني من الاوائل راح يكونوا ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه وشكرا لحضورك الجميل واللطيف. شكرا جزيلا لك. اصدقائي هيك بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم، ان شاء الله تكون رساله قد وصلت لكم مني كل التحيه والاماني الحلوه. السلام عليكم. Oh.